حمد الله في تنفيذ المخالفة الحضري فاقو. كرة للمنتخب الأولمبي تسدد هدف زكريا الأبيض. قلت أن الحظ الذي عاكسنا منذ انطلاق المباراة سيبتسم لنا في الدقائق الأخيرة. هدفان لصفر وأطمع في المزيد، نطمع جميعا في المزيد بهدف أخرى. نفرح في هذه الليلة بهدفين ثمينين غاليين للمنتخب الأولمبي. الكرات الثابتة هي من تمنح وتصنع أكبر الفوارق في هذه المواجهة. من خصم قدم مباراة كبيرة لكنه استسلم في آخر الدقائق. دقيقة ونصف عن نهاية المباراة. هدف ثالث، هدف ثالث. كم سيكون عمر رائع الاحتفال بهدف ثالث في آخر دقائق المباراة. الموزمبيقيون متأخرون في النتيجة بهدفين إلى صفر، والمنتخب الأولمبي يسجل هدفين لحدود هذه الساعة. طفل سير يلا الكرة، الكل يطمع في هدف ثالث.